جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول قامت احدى النساء بوضع امانه لدي، وعندما ارادت استرجاعها وجدت انها ناقصه 500 دينار، علما بانني لم اعلم بعدد تلك الفلوس التي وضعتها، ولكن بعد المجادله والنقاش قالت يمكن ان تكون قد اخطات في العدد وذهبت. ولكن بعد مده طويله ومرور زمن من اخذها للمال جاءت اخت لي وقالت لي انها كانت تاخذ من عندي مال ولم تعلم ما عدد المال الذي أخذت، علما أن عمرها كان في تلك الفترة لا يتجاوز الخامسة أو السادسة عشرة من العمر، وهي الآن عمرها في 22، وهي نادمة جدا على فعلتها ولا تدري ماذا تفعل الآن، علما بأنها ملتزمة الآن ملتزمة بالدين بشكل جيد. جزاكم الله خيرا. أنت تملك على هذا المال بحفظه، لا يجوز التفريط فيه وتمكين من يأخذ منه، لا بد أن يغلق في مكان وثيق ويحفظ، فأنت مفرطة بظاهر سؤالي. فعلى أختك التي بلغت وعلمت أن ترد هذا المال بواسطتك، أن تعطيك هذا المال وأن ترديه إلى صاحبة الأمانة، ولا تبرأ ذمتك ولا ذمة أختك إلا بذلك، إلا إذا سمحت صاحبة المال وعفت عن هذا المبلغ الناقص. نعم.